السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى يكون الفيديو اللي فات عجبكم، وأتمنى يكون صوتي أعلى كمان من المرة اللي فاتت، عشان كله قال لي صوتي واطي جدا، فهحاول إن صوتي يكون أعلى المرة دي. طبعا تفكرين في آخر الفيديو المرة اللي فاتت قلت لكم هقول لكم إزاي أنا خسيت 5 كيلو. أنا ال5 كيلو دول ما خسيتهمش في شهر ولا في شهرين، لأ أنا خسيتهم في أسبوع بس. يعني اوقات انا كنت بخس يعني خساسا غلط، اللي هو يعني امنع اكل، امنع فاكهة، امنع سلطة، فكنت يعني جسمي بيضعف، كان بيجيلي انيميا. طبعا ده كله غلط، فانا المرة دي قلت لا مش ينفع اغلط الغلطة اللي بغلطها كل مرة، وقلت لازم ادخل اكل صحي بقى. وطبعا مش هقول لكم عملت اللي هو الصيام المتقطع اللي الكل بيسمع عنه دلوقتي، ولا نظام الكيتو ولا اي حاجة. انا ما اتبعتش اي نظام، انا في يوم كده قررت قلت انا طالما ما بمشيش خالص، ما بخرجش من البيت كتير، حتى لو خرجت ما بمشيش، ففي يوم قلت لا انا عايزة انزل وامشي شوية. نزلت ومشيت 10 دقايق، يعني مشوار كده 10 دقايق، ورجعت تاني، يعني كان 1/3 ساعة المشوار كله رايح جاي. بس رجعت من بره، كان دوت يعني الصبح، رجعت عملت مش طبق سلطة، يعتبر حلة سلطة سلطانية كده كبيرة اللي أنا بعمل فيها الكيك، اللي بضرب فيها البيض، كبيرة كده. جبتها حطيت بقى فيها طماطم، بس مش كتير عشان ما بحبش الطماطم كتير، وكمان كتر الطماطم غلط. طماطم، خس، طبعا الخس ده حلو جدا علشان فيه حديد، حطيت جرجير، حطيت ذرة، الذرة المسلوقة دي، حطيت خيار، حطيت جزر، حطيت فجل، حطيت دي بقى الحاجة اللي يعني هتشبعنا بقى، اللي هو نفضل طول اليوم يعني عادي من غير أكل. حطيت جبنة كمان، جبنة رومي، وحطيت جبنة بيضة، قطعت كل ده، وإيه كمان يا ربي مش فاكرة، بس أي حاجة عندك تنفع في السلطة حطيها، وحطي معاها جبن علشان تشبعي. طبعا لو الجبن بكميات كبيرة بيقولوا بقى بتخن وبتاع، بس الكلام دوت لو انتي طول اليوم أصلا بتاكلي، وهتاكلي الصبح الوجبة دي وترجعي تاني تتغدي وبتاع. لا أنا فطرت بدي، وفضلت طول اليوم من غير أكل، مية بس، تشربي ازازتين مية على الأقل في اليوم، وبرضه ما تزوديش، ما تقوليش 3 4 لتر في اليوم، لان اصلا كتر المية برضه ممكن يعمل تسمم. انا معرفش بالظبط قد ايه، بس انا عرفت ان هو غلط. خلاص شربنا مية، وشربت بتهيألي يومها كمان قهوة مرة واحدة، وجيت بالليل عملت نفس اللي انا عملته الصبح وتعشيت بيه ونمت. يعني ما نمتش على طول، بس يعني ايه بعديها بشوية كده نمت. تاني يوم حسيت ان انا قايمة الصبح مش جعانة زي كل يوم، يعني كل يوم كنت بصحى جعانة جدا، كان ممكن طول اليوم ما كلش، بس كنت بصحى في الايام اللي فاتت كلها ميتة من الجوع، عايزة اكل على طول اول ما اصحى. يومها بقى حسيت ان انا مش جعانة، حسيت ان زي ما يكون معدتي بقى رجعت الايه اللي هي قفلت تاني، لان طبعا انا كنت زدت جامد بعد الولادة وكده مع الرضاعة، زدت جامد جدا. في ناس بتخس مع الرضاعة، انا بقى يعني من الناس اللي بتتخن مع الرضاعة اكتر، يعني ممكن ما زدش جامد في الحمل بس بزيد جامد في الرضاعة. بس فاتبسطت جدا يومها ان انا صاحية، يعني مش زي كل يوم بقى جعانة وعايزة اكل وكده، وكنت باكل كتير فعلا الصبح، يعني كنت باكل كمية كبيرة الصبح، وفضل طول اليوم من غير اكل، وارجع تاني بالليل اكل كتير جدا وانام. فطبعا ده كان غلط يعني، وده كان سبب ان انا عمالة ازيد. فلما صحيت بقى ولقيت نفسي كده اتبسطت بقى، قلت لا خلاص يعني هنزل برضو امشي وهعمل اللي انا عملته. واحدة واحدة بقى لقيت معدتي فعلا بدأت ترتاح، انا اصلا عندي مشاكل في المعدة، مع النظام ده حسيت ان معدتي التعب اللي كان بيجيلي قل، حسيت ان انا ما بقتش بجوع زي الاول. طبعا في نص اليوم القهوة ممكن تاخدي اللي هو المكسرات كمية بسيطة كده عوضي شوية، والسلطة لو انتي مش هتحطي فيها جبن ممكن في يوم تحطي تونة، بس تصفيها من الزيت كل اللي فيها، التونة برضو حلوة ومفيدة جدا. مرة تانية ممكن تسلقي مكرونة وبرضو تحطيها في السلطة،
يعني مش هيبقى كميات، يعني مش هتعملي بقى طبق مكرونة، ده انت هيبقى حاجة صغيرة خالص، طبق صغير جدا هتقلبيه في وسط السلطة، اللي هو حاجة تحببك في السلطة ان انت عايزة تاكليها وكده، حاجة تدي طعم. او كنت بحط خل اسود، كان بيخلي لي طعم السلطة حلو، بيخليني ان انا عايزة اكمل الحلة زي ما بقول لكم يعني. بس ف واحدة واحدة بقى بعديها يعني حوالي 3 أيام ولا حاجة، حسيت وأنا بلبس فعلا إن المقاسات قلت، بس ما رضيتش أوزن نفسي، فضلت ماشي على النظام دوت، أمشي 1/3 ساعة كل يوم، مشوار كده 10 دقايق رايح و10 دقايق جاي على طول يعني، يعني ما تبعديش، امشي شوية وارجعي، بس يعني اعملي كده، مش مهم كل يوم، اعملي كل يومين، المهم ما تفضليش قاعدة في البيت طول الوقت، اعملي كده وجربي، لقيتي نفسك يعني جسمك بيستجاب كملي، مش ما استجابش شوفي حاجة تساعد معاكي اكتر، مثلا الشاي الاخضر، تزودي عدد الدقائق اللي انتي بتمشيها، مش هقولك اطلعي السلم وانزلي، لان طلوع السلم ونزوله ده اصلا مش كويس، يعني التقل كله بيكون على الركب، فبيأثر على الركب بعدين، يعني في ناس تفضل تقولك خلاص انا مش هنزل، بس هفضل اطلع السلم وانزل كذا مرة في اليوم، ده اكبر غلط، وهيأثر على بعد كده على الركب، بيعمل خشونة وبيبهدل الركب بعد كده، فبلاش. انتي حاولي تمشي، عرفتي تجيبي مشاية في البيت كويس جدا، بصراحة انا جبتها وركنتها ما استخدمتهاش، لكن لما بتنزلي وتشمي هوا يعني ده بيديلك حتى يعني اللي هو بيحوش الطاقة السلبية بقى وكده، بيديلك دفع لبقية اليوم، تبقي كويسة ونفسيتك كويسة. طبعا الهواء الفريش حلو بيفرق معانا يعني، خصوصا ان احنا قاعدين طول الوقت في البيت مع زعيق الولاد بقى وكده، يعني كلكم مجربين، فجربوا كده وشوفوا، وان شاء الله ان شاء الله جسمكم يستفاد على كده. بس ما تنسوش بقى يعني السلطة لازم تنوعوا فيها حاجات كتير عشان تدخلوا الفيتامينات اللي هتبقى ناقصة من جسمكم، وجربوا يعني، حسيتوا ان انتوا بتجوعوا وكلوا اي سناكس كده في نص اليوم، بس ما تكتروش، اعتبروا نفسكوا بقى اللي هو زي الصيام المتقطع ده، انا مش عارفة نظامه ايه بالظبط، بس يعني شوفوا جربوا. انا عن نفسي جامعة بالسلطة بس، والحمد لله يعني استجبت وفي نتيجة يعني، واتمنى ان انتوا كمان تستفادوا ان شاء الله. بعد اسبوع بقى من النظام دوت قلت اجرب ان انا اوزن نفسي، وفعلا وزنت نفسي، لان كنت حاسه من اللبس وانا بلبس ان يعني اللبس وسع شويه عليا، فجربت لقيت نفسي خسه 5 كيلو، بصراحه اتبسطت جدا يعني، انا كنت متخيله هلاقي نفسي كيلو 2 كيلو، لان كل مره ما يعني بخس بيبقى كيلو واجري على تاني اتخن ال2 كيلو، يعني ازيد الكيلو وفيهم كيلو كمان، كانت نفسيتي بصراحه تتدمر يعني، بس المرة دي لقيت 5 كيلو، فلقيت فرق جامد، اتبسطت جدا، فخلاص بقيت متبعة النظام دوت. في يوم مثلا ممكن اكل حتة كيك، مرة بسبوسة، مرة حاجة، يعني مش حارمة نفسي قوي، بس خلاص بقى يعني النظام بقى هو سلطة كل يوم. سبتني من الرز والعيش بقى والكلام ده كله، خلاص نسيته يعني. حاولوا انتوا كمان تجربوا كده فترة لحد ما توصلوا للوزن اللي انتوا عايزينه، وتشوفوا ان شاء الله تستفادوا. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك للقناة، وتعملوا لي لايك على الفيديو لو عجبكم. يلا سلام.